بعد الافتتاح الرسمي للمعرض الجهوي للفلاحة بالداخلة، تعرف زوار المعرض من مسؤولين مركزيين وجهويين ومن عموم المواطنين على أهم المنتجات الفلاحية التي تنتجها جهة وادي الذهب القويرة إلى جانب جهات أخرى بالمملكة. شروحات بكل خيمة عن كل منتوج والطرق المتبعة بدءا باختيار بذوره وانتهاء بعرضه للاستهلاك. قطاعة معنية بالصحة والسلامة والجودة وكذا الاستثمار كان لها نصيب أيضا من خيام المعرض الجهوي للفلاحة في نسخته الثالثة. سنة أخرى كتكون مشاركة جد مهمة، لأدل على ذلك هو مشاركة 8 جهات ديال المملكة على من 16 المكونة للمملكة. عندنا المشاركة ديال جهة قلميم سمارة، جهة العيون بوجدور، جهة طنجة تطوان، جهة الدار البيضاء الكبرى، جهة مكنسة فيلات، وهذا كيبشر بخير، وهذا واحد الملتقى اللي غادي يمكن التعاونيات وحامل المشاريع بتبديل تبادل الخبرات وكذلك الاطلاع على المنتوجات اللي تعرفها كل منطقة والخبرة ديالهم في هذا المجال، هذا بغية تحسين ما هو موجود عندنا. تعاونيات وجمعيات محلية ومن جهات أخرى شاركت في معرض الفلاحة بمنتجاتها الخاصة بكل منطقة، معرض كان فرصة للوقوف على تطور قطاع الفلاحة بالجهة خاصة المنتجات المحلية وتقييمها وتثمينها، إضافة إلى الحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين المهنيين والفاعلين في مختلف القطاعات المرتبطة بالفلاحة. المنتج اللي عندنا هو واحد النوع ديال الطوماط اي سوريز والبليم، موجود في منطقه واد الذهب جهه واد الذهب القويره، والتربه بحكم التربه والجو قلاء من هذا النوع ديال الطماطم. والهدف اللي كاع يقد يستفاد الواحد منه من هذه المعارض، المساله الاولى اللي نقد نقول لك انها هي كاين واحد المساله هي تبادل الخبرات، واحد المساله ثانيه تعرف على ناس ثانيه وعلى ثقافه ثانيه، والمساله الثالثه انك تشهر بالمنتوج ديالك. هو كاع ماشي ليسونسيال انه الواحد يبيع او هذا وكذا، المهم هو انه الواحد يعرف تعاونيته او عرف المنتوج ديالو او الشركه اللي هو ينتمي لها. بالمعرض الفلاحي ركن خاص بالماشيه والابل، ركن جذب انتباه مربي الابل والمهتمين بها وكذا المتخصصين في سباقات الهجن. الابل بالنسبه لنا احنا تمثل لهي الساكنه اكثر من اي حاجه، فهمت، ونحاولوا في مكان معرض نعرضوها، اعلنها هي الوجه لهذه الاقاليم الذي هي، وهي سفينه الصحراء، وهي كل شيء، هي المعاش وهي ذا كامل. وبالنسبه لنا احنا كجمعيه عرضنا هنا مراكب ديال السباق، واليوم هذوكم يتمثلوا باثنين، واحد جينيور واحد سينيور، معنا واحد صغير وواحد كبير. وبالنسبه لنا معرض زين ويرفع من مستوى القطيع. حمي ذا العرض ينعت الغليم الجودة اللي هي موجودة ثروة الحوانية في الغليم بجهة واد الذهب القويرة، وكان أول مرة ينعرضهم باش يعود عليها الناس تطالع، لأن هنا الحمد لله كسب، وهنا مستقبل زين في على مدى البعيد في ثروة الحوانية. الملتقى الفلاحي عرف أيضا وضع حجر الأساس لبناء مشروع مقر الغرفة الفلاحية لجهة وادي الذهب القويرة. الملتقى سيشهد أيضا تنظيم ورشات تكوينية لفائدة التعاونيات والجمعيات الفلاحية النشيطة بالجهة، ومباريات لاختيار أحسن مربي المواشي.